معايا كمان عبر الهاتف الآن الأستاذ مصطفى شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي. يا فندم شرف وتعازينا والبقاء لله في وفاة الكابتن إيهاب جلال. يعني أكيد كان خبر حزين وخبر صادم للجميع النهاردة وبالتأكيد لكل جماهير النادي الإسماعيلي والنادي الإسماعيلي بشكل عام. الإدارة كلها حزينة يا فندم. يعني البلد كلها حزينة. مش هبالغ لو قلت إن كل المهتم بالرياضة في مصر حزين. على شخص محترم وخلوق وكمان مدرب يعني يشهد له الجميع يعني. الله يرحمه. الظروف اكيد اللي كان بيشتغل فيها وان هو يساعد الاسماعيلي والاسماعيلي بالتاكيد يساعد معاه انه يشتغل في الظروف دي يا فندم اكيد حاجه مقدره جدا. الحقيقه هو اللي ساعد الفريق وهو اللي ساعد النادي وهو اللي خد على عاتقه انه ما يطلبش فتح القيد في 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 بدايه الدوري وتحمل ان هو يصعد مجموعه من الناشئين ويشتغل بيهم. انا عايز اقول لك ان ايهاب عمره ما ضغط على اداره النادي في حاجه، عمره ما كان ليه طلب. الله يرحمه، انسان جميل. ولا بقى اصل يعني برضه كان في قله قليله يعني، ويعني يقول لك اصل الكابتن ايهاب الكابتن ايهاب موجود عشان المرتب بتاعه، الكابتن ايهاب جلال مش بيساعد الاسماعيلي. ايهاب جلال ما كانش بي 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 بينطق كلمه مرتب دي. ولا عمره طالب بحاجه. انا سالتك عشان كده يا فندم. عارف ظروف النادي كويس جدا وداخل وعارفها وكان متحمل كل شيء في سبيل النادي. ايهاب جلال بيحب ناديه. طيب يا يعني اتفضل. القله دي قله ماجوره ومعروفه ومعروف مين اللي بيشغلها وموضوع تاني خالص. صح صح، انا بس كنت عايز التوضيح ده من حضرتك عشان تقول انه كابتن ايهاب جلال عمره ما كان الامور الماليه دي هي اللي فارقه معاه وبيشتغل مع نادي اسماعيلي. انا بشهد الله قمه الادب والاخلاق والالتزام في ايهاب جلال. الله يرحمه. ربنا عمره ما كان له طلب. انا امين صندوق النادي وانا كنت على علاقه شخصيه بيه وصديق وحبيب. ايهاب جلال عمره ما نطق كلمه يضغط بيها على اداره النادي، لا في مال ولا في لعيب. عظيم عظيم. طب يا فندم عرفنا انه الاسماعيلي اعلن حداد 3 ايام على الفقيد كابتن ايهاب جلال. فعلا اعلنا الحداد وان شاء الله هو جنازه بكره ويوم الجمعه في عزاء في القاهره في مسجد النزهه على جنب الجوار سيتي ستار، ويوم الحد في عزاء في استاد الاسماعيليه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا فندم والبقاء لله. بشكرك شكرا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى شلال امين صندوق النادي الاسماعيلي.